Good morning, صباح الخير. إن شاء الله تكونوا صبحتوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفتوا من العنوان في فيديو اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم تخطيط لشهر جانفي. بالي راني روطا شوية باسكو كنت نستنى لا كوموند نتاعي توصلني اللي فيها البلانر نتاعي تاع 2024، والحمد لله البارح وصلتني وراح نديرو مع بعض الانبوكسين باسكو وصلوني بزاف بزاف حوايج كيوت راح نشاركهم معكم. في التخطيط تاع اليوم ما راحش يكون يعني تخطيط كما كنا نديرو بكري، يعني تزيين ورسم وكلش. نو واش نعنيه من التخطيط اللي باذن الله راح نحاول نشاركه معكم كل شهر، هو نديرو نشارك معكم افكار نتاع نشاطات نتاع يعني اهداف نقدروا نشتركوا فيهم مع بعض نديروهم في هذاك الشهر، هكا باش نطوروا من رواحنا يعني من عده جوانب. يعني راح نديرو في كل جانب هدف ولا هدفين نخدموا عليه، يعني يكون عباره عن تحدي ممكن يكون اول مره نديروه ونديروه مع بعض ان شاء الله. باسكو بزاف نشوف هكا دي ميساج وهكا التعليقات، بيانسور نقرا كامل تعليقاتكم يو نو. نشوف بزاف نتاع تعليقات يوصلوني تاع رجاء احنا ماناش خدامين رانا في الدار، يعني كيفاش نعمر وقتنا كيفاش نستغل وقتنا هكا باش ما يطيحوش في داك الفخ نتاع الفراغ اللي يؤدي لبزاف مشاكل نفسيه. سو هكا نشارك معكم انا افكار ممكن تفيدكم وتنفعكم اذا درتوها اكيد والتزمتوا بها. فان شاء الله كما قلت لكم كل شهر نبقى نشارك معكم هكا افكار ان شاء الله برك، يعني انا نلتزم بهذا الفكره تاع الفيديو وهذا المحتوى ان شاء الله. سوري على هذا الازعاج. فاليوم الجمعه ما نوضش بكري، نوضت على خاطري ديجا نوضت فرحانه لانه ليل كامل النوبه تصب فالحمد لله. درت الميناج ودوكا راني ندير سكين كير تاعي نوض نشارك معكم واش وصلني من عند ستيشنري بال. كما العاده انا دائما يعني الستيشنري تاعي ناخذهم من عند ستيشنري بال باسكو فيهم حوايج بزاف كيوت واي حاجه يعني تخطر على بالكم، وما من الاسعار تاعهم صراحه مناسبه جدا. اذا كانت عندكم لا كارت فيزا ولا باي بال تقدروا تشرو من عندهم ولا توصيو، يعني راه كاين بزاف صفحات اللي هما يعني يشيو لكم هذه المواقع الاجنبيه ويوصلوا لكم حتى للدار. بعد اكيد راح نديرو كيف التخطيط نتاعنا تاع شهر يناير. سو يلا نديرو انبوكسين مع بعض. كما راكم تشوفوا وصلوني 2 باكاجز وكالعاده باكاجين تاع ستيشنري بال دائما يفوز. سو كيوت وراح تسمعوا بزاف الكلمه كيوت باسكو حوايجهم كامل كيوت صراحه. نبداو بهاد الكيوت هاد الصغيرين سي با كيفاش نسميوهم، بزاف يعجبوني. من اول حاجه ديتها من عندهم ودائما ديها من عندهم هما توت باجز، هذاك ستيل نتاعهم تاع الكوريين، وثاني الكواليتي نتاعهم بزاف هايله. ديز وحده هذيك في النوار الاولى عن بالي كبيره يعني للبيسي ولكن خرجت صغيره، ومن بعد ديت وحده هكا في هذيك الايموجي تاع سمايل، وديت واحدة اخرى تاني كيما البراون والبينك اللي عندي، وبعثوا لي يعني هاد لي كادو بمناسبه الكريسماس اللي ماهوش تاعنا اكيد يعني خاطينا كريسماس، هما بما انه يحتفلوا به فبعثوا لي يعني هاد يعني تاع الشجره تاع النوال، لكن اكيد انا راكم عارفين وين راحوا بلا ما نقول لكم. من بعد نفوتوا لهاد البوكس الثاني، اول حاجه هنا عندي لي زاكسيسوار، عجبوني بزاف لي زاكسيسوار نتاعهم ما يحولوش. ديت ايرينز وديت خاتم وديت تاني نيكلاس، ديت تاني تو بانز واشي تيبس، ديت تاني هاد الكليبس نتاع الشعر، وتاني هادوك الديت ستام. عندي وحده قديمه وجامي جربتها سو راح نجرب هذه ان شاء الله للتخطيط. هنا هاد البوك مارك شوفوا لي شحال جايه حاجه يونيك هكا جايه سو كلاسي. خديت تاني هاد الكالورد بنسيلز حبيت نرجع نلون حنش ان شاء الله ماندالا ونلون فيها. وهادو عندنا ال 2024 بلانرز اكيد وحده ليا وحده ليكم ان شاء الله. خديت تاني مامو باد وستيكرز، وتاني عاود كادو واحد اخر نتاع الكريسماس. لنقول ونعاود وناكد انه هاد العيد ماهوش تاعنا ما عندنا حتى علاقه به. بما انه كملنا الانبوكسين دوكا نروحو نضمو كل حاجه، حنضمهم هنا. باي ذا واي راني شريت باد سايد تيبل، شوفوا شريتها كيما هكا حبيت يكون فيها الادراج، يعني لقيت في مام كولور تاع الخزانه نتاعي باسكو كيما راكم تشوفوا هذه فيها الكري والباج وهذه في البلون، ولكن لقيت لي فيهم يعني قجر واحد برك، وانا حبيت حاجه تكون فيها ثلاثه اقل حاجه يكون فيها ثلاثه باسكو
حبيت ندير فيها، يعني حبيت نلم فيها يعني حوايج اللي نستعملهم اللي نحتاجهم، باسكو ما بقيتش نستعمل صراحة البيرو ولا الخدمة ولا للقراية ولا لأي حاجة، يعني غالبا يعني في ماي باد. سو حبيت حاجة يعني تكون دايما قدامي هكا، وندير فيها يعني البلانرز نتاعي، ندير فيها يعني الدفاتر تاع التدوين تاعي، أقلام، يعني هاد الحوايج. سو لقيت هذه في الابيض، ولقيت فيها يعني فيها 3 ادراج فعاونتني نحط فيها، يعني مازال ما نظمتهاش باي ذا واي. دونك نروحو نمسحوها ونحطو فيها يعني حوايج كامل اللي نحتاجوهم. سو في الدوش الاول، في القجر الاول شنو حنديرو؟ درت فيه البلانر تاعي هذا تاع 2024 هكا باش نبقى نخطط كل ليله ما ننساش. وحنحط ثاني، حنحط هذا ثاني، هذا الاورجنايزر باش نحط فيه البانز، هذا الديت ستام نحطو لهنا، هذا ما نحتاجوش. ثاني هاد الهايلايترز ما راحش نفتح هادي، نكتب بيهم مازال ما كملوش. نحط ثاني البواط نتاع لي لونات نتاعي، صافي مشوار. الدرج الثاني راح نحط فيه الجورنال نتاعي، الدفاتر تاع التدوين هكا باش ما نوليش ننسى، يعني التدوين ولا كتابة اليوميات. في الدرج الاخير راح نحط كامل لي الادوات هذوك اللي جداد اللي راح نستعملهم درك. وهنا حنحط كتابي اللي راني نقرا حاليا، وحنحط هاد الشمعه لهنا، غادي نخليها دائما هنا باش كون نشرب هكا تيزان ولا ما ننسهاش على روحي، ونحطو ديريكت على لا طابل باسكو بيضه بلي البيض يصبغ، وانا هذا فاش ما نبغيش البيض باسكو اي حاجه تبان فيه. وهذا مكان ما راحش نكثر فوقها باسكو مستحيل تقعد لي كيما هكا خاويه، يا دائما نحط فيها حوايج، فنحب هكا نحط حوايج خفاف باش ما يكثرش فيها الفوضى. نبداو بالدرج الاول، حطيت البلانر كما قلت لكم، وهاد لهنا هاد الاورجنايزر حطيت فيه يعني حوايج اللي نستعملهم نحتاجهم يعني في الكتابه، وهنا الهايلايترز تاني، الدفاتر تاع التدوين. الدرج الاخير حطيت فيه هنا الادوات الجداد هادو اللي مازال ما نستعملهم. بون هنا جيرلز حبيت نشارك معكم يعني نتوما ثاني بعض من هاد الادوات اللي خديت انا، فواحده منكم ان شاء الله راح تدي هاد البلانر باش تخطط فيه نتاع 2024، وثاني هكا بعض الادوات هادو الكيوت باش تخطط بيهم، نانو باد، هاد ستيكرز. وإذا كنتوا تحبوا التخطيط ومهتمين بالتخطيط فهاد البوكس راح تدي وحده منكم. واش لازم عليكم ديروا؟ يعني ما راحش ندير لكم شروط تعجيزيه، يعني برك راح نحط لكم بوست سوغ انستغرام، حطوا تعليق تحته، اكيد لازم تكونوا مشتركين في قناتي، وتاني عاملين لي فولو اون انستغرام. من بعد راح نطلع بابليكاسيون وندير السحب، وحده فيكم راح تدي هاد البوكس هديه من عندي. هذا هو البلانر تاعنا ان شاء الله اللي راح يكون معنا لسنة 2024، نروحو نكتشفوه مع بعض، تشوفوا كيفاش داير من الداخل. سو هنا عندنا كالندري تاع 2024 2025، عندنا هذه تاع المعلومات الشخصية personal information تاني، عندنا الهوليديز اند اوف كورس يعني على حسابهم هما، يعني واحد الاعياد اللي حنا ما نعرفهمش كامل ولا ما يهموناش. وهنا الكونتاكت يعني هنا باش تكتبوا الاسماوات والنمبرز نتاعهم. هنا كشغل الكالندري نتاع جانفي نتاع شهر يناير،
يعني هنا نكتبوا اهم مثلا الاحداث اللي عندنا. انا هذا واش حنخصه، نكتب يعني اهم الاحداث اللي عندي في هاد الايام. مثلا هنا الفاندو عندي my father's birthday، مثلا عندي says exam نتاع لا كوندويت الى غير ذلك. الصفحه المواليه احنا اليوم رانا الجمعه، سو هنا نكتبوا المهام نتاعنا اليوميه. وهنا عندنا البرايوريتيز، برايوريتيز هنا الاولويات نتاع الاسبوع يعني الاول. مثلا هنا الاسبوع الاول نتاع جانفي، هنا عندنا ثاني الاسبوع الثاني اولويات، الاسبوع الثالث الى غير ذلك. هنا بما انه ما كانش يعني خانه مخصصه للاهداف الشهريه، فراح نخصص هذه اللي هنا اللي مكتوبه هنا فيها نوت، هنا وين حنكتب الاهداف نتاع الشهر. سو كما قلت لكم اهداف نتاع الشهر ان شاء الله راح نشاركها معكم، يعني بهدف انه تكون عندكم فكره كيفاش تقضيوا الشهر نتاعكم، واش هي النشاطات اللي تقدروا ديروها كل مره. يعني كل شهر حنشارك معكم افكار تاع نشاطات جديده ولا افكار اللي انا حنديرها ممكن هي تلهمكم باش ديروها ولا باش ديروا امور اخرى. اول حاجه يعني من الجانب الديني ان شاء الله، جانب الديني ان شاء الله هذا الشهر راح نقرا باذن الله تفسير نتاع سوره الكهف، بما انه الشهر الماضي يعني كملت مع تفسير نتاع جزء عامه، فهاد الشهر ان شاء الله راح نخصصو لتفسير سوره الكهف باذن الله. وثاني عندي الصيام اكيد، مداومه على الاذكار اليوميه والصلاه في وقتها والنوافل باذن الله، هادو كامل لازم كل شهر نركز عليهم، كل شهر كل اسبوع كل يوم لازم انه نركز عليهم ونديروهم من بين الاهداف نتاعنا. صحيا ولا جسديا راح يكون عندي مشي لمده 30 دقيقه يوميا، وثاني فطور صباحي صحي. السنه الماضيه كان من بين الاهداف نتاعي انه يعني نكسر يعني هذيك العاده نتاع الفطور نتاعنا احنا كجزائريين باسكو كله سكريات، فحبيت انه يكون فطور صباحي نتاعي يكون متنوع اكثر يعني، ونحاول انه يكون صحي. فالحمد لله يعني في الاشهر الاخيره من السنه الماضيه قدرت يعني نولف روحي ونعود روحي انه ناكل في الصباح، باسكو اغلبنا يعني لابيتي الصباح مبلعه في الصباح. الحمد لله وليت نقدر ناكل في الصباح يعني ناكل حاجه مالحه، يعني نحس انه فطوري الصباحي ولا اكثر يعني متنوع اكثر وصحي اكثر وغني اكثر يعني خير من اللي كان من قبل. فنحاول ان شاء الله انه هذا الشهر كذلك يعني والاشهر القادمه انه نواصل في هذا الشيء، نروحوا من ناحيه يعني تاع تطوير الذات. فبالنسبه للكتب انا قررت انه هذه السنه ان شاء الله بما انه مانيش راضيه تماما عن نفسي السنه الماضيه من ناحيه الحصيله يعني تاع الكتب اللي قريتها السنه الماضيه فكانت قليله بزاف، العام ان شاء الله راح ندير انه كل شهر لازم نقرا كتابين، يعني كتاب باللغه الانجليزيه وكتاب باللغه العربيه. سو كتاب باللغه العربيه عندي هاد يعني كتاب نتاع 1984 ديجا بديت فيه، وعندي ثاني راح نختار كتاب اخر اللغه الانجليزيه، مازال ما خيرتش الكتاب يعني في بالي بعض العناوين ولكن لم اقرر بعد. نروحوا بالنسبه للعمل، فالعمل هاد الشهر ان شاء الله عندي حراسه يعني للامتحانات، عندي امتحان وتصحيح، عندي كذلك امتحان السياقة بإذن الله نجتاز وننجح فيه. أهم حاجة أنه نتعلم، ومن بعد أكيد راح يكون عندنا فيديوهات لليوتيوب، يعني تخطيط الفيديوهات اليوتيوب والمحتوى تاع السوشيال ميديا يكون يعني بحده. هنا راح كتبت برك. إذا هادو هما الأهداف نتاعي لشهر يناير إن شاء الله. ولا هنا كما قلت لكم هنا وشنو نكتب يعني عادي نكتب التو دو ليست نتاعي اليوميه، وهنا البرايوريتيز يعني كما قلت لكم الاولويات اللي لازم نركز عليها داك الاسبوع، ما لازمش يكمل داك الاسبوع الا وانا درتها يعني. وهكذا يكون يعني التخطيط نتاعي البسيط جدا يعني الشهري واليومي، يعني ماشي معقد ويعني عادي. ما تنساوش انكم نتوما تشاركوا معايا التخطيط نتاعكم لشهر يناير والاهداف نتاعكم لهذا الشهر باذن الله. وكذلك ما تنساوش تروحوا للانستغرام تاعي، الحساب نتاعي راح نخليه لكم في صندوق الوصف باش تكونوا من الاوائل اللي يشاركوا في المسابقه اللي حنديرها باش تربحوا نتوما تاني بلانر كيما تاعي هكا.
سنشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله، في روتين جديد، فلوج جديد إن شاء الله. السلام عليكم.